انتصار مهم اليوم ديربي العاص، ما حدا كان يقول بعد معناتها جبلة الاتحادية، انتصار اكيد عنده يزيد معنوي للعباية. بطبيعة الحال يظهر لي الحمد لله يا ربي، معناتها الساعة 3 نقاط بتاع اليوم اللي خذيناهم بون جاو صحيح في ديربي، اللي ديربي ما يحكمش للتكهنات ولا ليكيب ضعيفة ليكيب قوية ليكيب ناقصة ليكيب ماشي ناقصة. حضرنا الماتش كما يلزم، كنا كونسونتري، الولاد كانوا كونسونتري تلت 90 دقيقة ديجا، على 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 90 دقيقة كنا نجموا حتى يكون سكور عرض من هكا. الحمد لله يا ربي موا في الأخر جاو 3 بوان وفرحنا به الجمهور هذا واللي عنده برشا وتعرفوا الظروف تاع الكلوب شنيه، دونك الحمد لله يا ربي اليوم اخذنا 3 بوان كونتر ليسبيرونس اللي تخلينا نخدموا زاده للماتش الاخراني في ظروف باهيه ان شاء الله.